الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول، وهل تصح الصلاة بعد استعمالها على الجسم أو الملابس؟ الحمد لله، هذا السؤال من شقين. الشق الأول حكم استعمال هذه العطور، والسؤال الثاني حكم الصلاة فيما لو وقع شيء من هذه العطور على الملابس. أما بالنسبة لجواب السؤال الشق الأول من هذا السؤال، فأقول إن هذا العطر الذي اشتملت أجزاؤه على شيء من هذه الكحول لا يخلو من حالتين: إما أن تكون نسبة الكحول فيه نسبة خفيفة ضئيلة تنعدم في أجزائه الأخرى فلا يظهر لها لا طعم ولا لون ولا جرم ولا ريح، فهذه الأجزاء اليسيرة من الكحول في تلك الأجزاء الكثيرة الأخرى من مركبات الطيب الأخرى تعتبر معدومة، والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له، فيجوز استعمال هذا الطيب حتى وإن كان مشتملا على هذه الأجزاء اليسيرة التي انعدمت في جملة أجزاء الطيب الأخرى. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك الأمر، فلو أن قطرة من خمر وقعت في ماء ثم شربه إنسان فإنه لا يقام عليه حد الخمر ولا يسمى قد شرب خمرا. لماذا؟ لأن تلك القطرة من الخمر قد وقعت في هذا الماء وتلاشت أجزاؤها وانعدمت صفاتها فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح، فهي منعدمة والمعدوم لا حكم له. ومثال آخر: لو أن قطرة من حليب امرأة وقعت في ماء كثير ثم شربه طفل فلا يكون ابنا لها من الرضاعة، لأن هذه القطرة من حليب هذه المرأة تلاشت أجزاؤها وانعدمت صفاتها فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح. فإذا هذه الأجزاء اليسيرة من الكحول إذا وقعت في شيء من الطيب كثير وانعدمت أجزاؤها وتلاشت صفاتها فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح، فإنه يجوز استعمال هذا الطيب وتلك النسبة اليسيرة من الكحول غير مؤثرة لأنه قد انعدمت صفاتها، فهي والمعدوم سواء. وأما إذا كانت هذه الأجزاء من الكحول لا يزال لها رائحة أو لا يزال لها جرم أو لا يزال لها يعني صفات معينة ويوجب سكر من شرب هذا أو شمه، فإنها لا تزال باقية، فحينئذ يحرم استعمال هذا الطيب لأنه منزل منزلة الخمر. فالأصل عدم استعماله، حرمة استعماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع استعمال الخمر يعني من جميع أوجه الاستعمال، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الطيب ما دامت أجزاء الخمر باقية فيه ويوجب لشاربه السكر وذهاب العقل. إذن لابد من التفريق في هاتين الحالتين، وبه تعرف حكم الاستعمال. وأعيدها مختصرا فأقول: إن كانت أجزاء هذه الكحول قد انعدمت وتلاشت فيجوز استعمالها، وأما إذا كانت أجزاؤه لا تزال باقية فلها ريح ولها وصف أو لها جرم ويوجب سكر من شربه فإنه خمر لا يجوز استعماله. طيب، وإذا وقع على الثوب منه شيء، وهو الشق الثاني من السؤال، فيختلف الحكم باختلاف التفصيل السابق. فإن كانت أجزاء الكحول فيه ذاهبة فإنه من جملة الطيب الذي يحكم عليه بأصل الطهارة، فالأصل في الأعيان الطهارة. فإذا وقع على ثوب الإنسان شيء من الطيب المشتمل على الكحول التي قد تلاشت أجزاؤها وانعدمت صفاتها فلا يجب عليه أن يغسل ثيابه، ولكن المشكلة هي إذا وقع عليه شيء من هذا الطيب الذي لا تزال الكحول فيه بادية، فهذا يكون قد وقع على ثوبه خمر، فحينئذ اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على خلافهم في الخمر أهي نجسة أم طاهرة، والخلاف بتفاصيله يطول، ولكن أعطيك مختصره، وهو أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الخمر طاهرة ولكنها محرمة الشرب، لأنه ليس هناك دليل ظاهر على الحكم بنجاستها، والأصل في الأشياء الطهارة. وبناء على هذا القول الصحيح الراجح في هذه المسألة
لو وقع على ثوبك شيء من هذا الطيب الذي اشتمل على شيء من الكحول ولا تزال صفاتها بادية فإنه لا يجب عليك أن تغسل ثوبك، ولو صليت وهذه البقعة لا تزال موجودة فصلاتك صحيحة، ولكن إن غسلته من باب الأحوط والأبرأ للذمة والخروج من خلاف العلماء فقد أحسنت، والله أعلم.